طبعا لابد أن يكون صادقا بقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله كذبا يعني لا يؤمن بها، وإنما يقولها نفاقا حتى يحمي نفسه من سيوف المسلمين فيقول لا إله إلا الله. وهذا متى ظهر في المدينة ولا في مكة؟ النفاق أين ظهر ومتى؟ في المدينة، لأن أصلا في مكة كان المسلمون في حال ضعف، الذي يظهر الإسلام هو الذي يتعرض للأذى وربما القتل كما حصل لآل ياسر. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقوي شوكة الإسلام، فأصبح من لا يرغب في الإسلام يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو مرض النفاق. فكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله لكن ما كانوا صادقين، كما ذكر الله عنهم فقال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. طيب هذه الآية نشهد أنك رسول الله، ما قال نشهد أن لا إله إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله ملازم لشهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله ملازم لشهادة محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما تصح شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله ما تصح شهادته. فهاتان الشهادتان ركن واحد من أركان الإسلام. احسب شوف انظر تأمل تدبر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله ركن لقال بني الإسلام على ست، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بني الإسلام على خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله ملازم لشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة محمد رسول الله ملازم لشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من حيث الدليل. ومن حيث النظر كذلك، فمن شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لزمه أن يعبد الله جل وعلا، صح؟ فكيف يعبد الله؟ الله عز وجل في الغيب. أنت عرفت لماذا خلقك الله؟ نعم عرفت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مستعد تعبد الله؟ نعم مستعد أعبد الله. طيب كيف أعبد الله؟ لابد لي من ماذا؟ من واسطة التبليغ يبلغني ما هي العبادة المشروعة لي حتى أتقرب بها إلى الله حتى أعبد الله بها، أليس كذلك؟ فربنا جل وعلا اصطفى من البشر رسلا، وكان آخرهم وأكملهم وأفضلهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله عز وجل واختاره وأوحى إليه بالوحي، فعلم الناس كيف يعبدون الله عز وجل. فلذلك لابد المسلم من شهادة أن محمد رسول الله، التي معناها تصديقه بما أخبر، صح، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، عرفنا يجب عليك أن تعبد الله، واعبد الله لا تشرك به شيء. طيب كيف أعبد؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي المبين من عند رب العالمين، فقال هكذا توضأوا وهكذا صلوا وهكذا صوموا وهكذا افعلوا. فصارت عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ما تصح ولا تقبل إلا أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله عز وجل على سنة رسول الله لكن لم يخلص لله عبادته باطلة، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن عبد الله عز وجل وحده لا شريك له على غير سنة رسول الله فعبادته رد أي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العبادة إما أن تكون حابطة وإما أن تكون مردودة. سبب حبوط العمل الشرك عدم الإخلاص، وسبب رد العمل الابتداع والإحداث في الدين. طيب متى تكون العبادة مقبولة؟ إذا كانت خالصة لله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى محمد رسول الله. فصارت هاتان الشهادتان شيء واحد متلازمتان، فنعبد الله عز وجل وحده لا شريك له على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون إذا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم كاذبون في ذلك، وقد قال الله عز عنهم فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إنك للتوكيد لرسول الله، اللام للتوكيد،
ربنا جل وعلا يقول والله يعلم إنك لرسوله. هذا تسمى عند البلاغيين جملة معترضة، يعني بين السياق في جملة، ها مثل ما تقول قال رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فصلى الله عليه وسلم تعتبر ماذا؟ جملة اعتراضية يسمونها، صح؟ لمناسبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول ثم تكمل الحديث. فهكذا قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، المنافقون يقولون، ربنا جل وعلا يقول والله يعلم إنك لرسوله، هذا ما في شك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون بماذا؟ كاذبون بأن محمد رسول الله، لا محمد رسول الله حق. كاذبون بماذا؟ بشهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة بالرسالة، وهم في حقيقة أمرهم ها يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بأنه رسول الله. فصار الصدق في الشهادتين شرط لقبولهما، فمن قالها كاذبا لم تقبل. قال الله تعالى ألف لام ميم.